العلاقة بين المدرسة والأسرة تعد من أقدم الهموم التربوية التي يعانيها العاملين في الميدان التعليمي، وفي وقتنا الحاضر أصبح الأمر أكثر أهمية لمواكبة تغيرات الحياة العصرية وما ترتب عليها من حاجة ملحة لتكامل الأدوار بين الطرفين ومع المجتمع من جانب آخر لحماية الأبناء وتنمية عقولهم وتقوية سلوكهم وضبط توجهاتهم. الأسرة في النهاية هي البذرة الأولى التي ينشأ فيها الطفل، ووصوله إلى المدرسة كمدخل من مدخلات التعليم هو يحمل معه كل التوجهات التي تلقاها في هذه التنشئة الأسرية، ولذلك مشاركة الأسرة في المجتمع عندما تنقطع بدخول الطفل للمدرسة يحدث هناك فجوة بين التعليم، بين العملية التعليمية وما يدور في العملية التعليمية وما يدور في الأسرة. ووزارة التعليم رصدت خطورة التغيرات والصراع الناتج عنها اتساع الفجوة بين مدخلات ومخرجات التعليم، والتي تحتاج لنجاحها وجود بيئة تتسم بالانفتاح والتسامح والاستقرار النفسي والاجتماعي لتؤتي ثمارها. وأصدرت مؤخرا قرارا يقضي بإنشاء مركز لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع، حيث سيتولى العديد من المهام لتحقيق أهدافه. أهداف هذه المبادرة التي نعتبرها مبادرة وطنية مجتمعية، الهدف منها في النهاية الوصول إلى أسرة معرفية ترتقي بالمجتمع من خلال دعم تعليم أبنائها ورفع مستوى قدراتهم ومهاراتهم. بدأت فكرة المركز مع انطلاق اللقاء السنوي الأول للشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، وتضمن اللقاء مشاركة جهات أخرى مثل وزارة الشؤون الاجتماعية ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. المبادرة أيضا أدرجت ضمن مبادرات التحول الوطني، خلال 5 سنوات بإذن الله سنحقق بإذن الله شراكة خلال 30% من المدارس ل 80% من الأسر تشارك في 30% من المدارس. الأسرة تعتبر الكيان الأساس الذي يشكل بداية الانطلاق في التنشئة الاجتماعية للفرد، عندما يلبس ثوب الحياة وتسري في جسده دماء الوجود الاجتماعي، إلا أن استمراريتها تلك ومشروعية رسالتها النبيلة لا تكتمل ولا تنضج إلا بوجود المدرسة كمؤسسة تربوية نظامية تضمن الامتداد الحقيقي لها. هو المركز يعني له أفرع في إدارات التعليم نسميها وحدات الشراكة مع بين المدرسة والأسرة والمجتمع، وهذا ورد في نص القرار إنشاء المركز أن يكون يتبع له وحدات في إدارات التعليم. هذه الوحدات ستكون مسؤولة أيضا عن متابعة المدارس، وكل مدرسة سيكون فيها منسق لهذه الشراكة. ولنجاح المؤسسة التعليمية لتحقق أهدافها فهي مسؤولة عن احترام طابع التمايز والتفرد بين المتعلمين على مستوى الطاقات والاستعدادات والميول والإبداعات والمواهب، ومسؤولة أيضا عن منح فرص التكافؤ والمساواة بين المتعلمين في كل الأواسط الحضرية والقروية، وتوفير البنية التحتية المناسبة والتجهيزات المادية والشروط الموضوعية اللازمة لتلعب أدوارها المرجوة على الوجه المطلوب. قد تكون المرحلة الأولى أن نسعى إلى نشر هذه الثقافة قدر الإمكان عبر لقاءات علمية. أقيم العام الماضي لقاء علمي حضر فيه خبراء متخصصين من دول العالم، سيقام لقاء سنوي في 2017 أيضاً سيحضره خبراء متخصصين. الأسرة والمدرسة هما دفتي مركب العملية التعليمية، وعليهما تنعقد الآمال في الوصول بالعملية التعليمية إلى بر الأمان، وفي إعداد كوادر بشرية وطنية مؤهلة لقيادة عجلة التنمية في كافة المجالات. لقناة عين، ناصر الميثان، الرياض.